ينضم الينا من اسطنبول الكاتب الصحفي السوري عبد الله الغدوي. سيد عبد الله، اهلا وسهلا بك معنا على سكاي نيوز عربيه. هل نفي البنتاغون يعني بالتالي ضلوع طرف اخر في هذه الضربه؟ مساء الخير. اولا، معطيات الضربه الامريكيه التي جرت امس الاول معطيات جديده على الساحه السوريه. هناك تفاصيل يجب ذكرها في هذا السياق حتى نفهم ابعاد هذه الضربه. الضربة وقعت في منطقة قريبة جدا من الحدود العراقية السورية، وهي بلدة الهري. بلدة الهري لا تبعد سوى أقل من 10 كيلومتر على الحدود العراقية السورية. هذه المنطقة لم تكن فيها قوات منتشرة للجيش السوري، وإنما حسب المعلومات المتوفرة حتى الآن هناك كان اجتماع أمني للميليشيات الإيرانية من أجل إعادة تمركز وإعادة انتشارها في البوكمال وعلى الحدود العراقية السورية. الضربة الأمريكية جاءت في إطار رسالة واضحة للميليشيات الإيرانية في سياق المواجهة الإيرانية الأمريكية في سوريا، وليست مستهدفة لقوات النظام. وإلا لو كانت هذه الضربة مستهدفة لقوات النظام لكان التحالف الأمريكي اعترف أو قدم اعتذار كما حدث في أوقات سابقة. وبالتالي عدم اعتراف التحالف الأمريكي بهذه الضربة يعني أنها رسالة واضحة للإيرانيين أن وجودكم في هذه المنطقة يعتبر خط أحمر. أمر آخر في غاية الأهمية، طبيعة هذه الضربة في منطقة الهري، هناك لا يوجد أي نقطة تماس بين قوات سوريا الديمقراطية قصد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وبين قوات النظام. وبالتالي أبعاد هذه الضربة ليست لقوات النظام وإنما للميليشيات الإيرانية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في ذات الوقت تعتبر قوات النظام السوري شريكة في مكافحة داعش. وهناك في فترات سابقة كان هناك تنسيق على بشكل غير مباشر بين قوات النظام السوري وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هنا المقصود استهداف إيران. النقطة الأهم من كل ما يجري أن هذه الضربة هي رسالة أخرى للميليشيات الإيرانية في درعا في الجنوب السوري. نحن نعلم أن هناك انتشار إيراني جديد وحزب الله في منطقة درعا، هذه المنطقة التي تعتبر منطقة ملتهبة بين الأردن وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، التي حذرت إيران من الانتشار في هذه المنطقة. وبالتالي الضربة الأمريكية التي استهدفت الميليشيات الإيرانية وعلى الأغلب اجتماع أمني للميليشيات الإيرانية في البوكمال هي رسالة واسعة وتحذير شديد اللهجة للميليشيات الإيرانية من أي محاولة أخرى للتقدم أو الانتشار. ولكن سيد عبد الله، كما تحدثت حضرتك أنه بالنسبة للأمريكيين وجود الميليشيات الإيرانية في هذه المنطقة هو خط أحمر، ولكن أيضا بالنسبة للإيرانيين هذه المنطقة استراتيجية جدا، فهي تربط، فهي متواجدة على خط طهران بيروت يعني، وبالتالي لن تتنازل بكل سهولة أيضا عن هذه النقطة وعن هذه المنطقة الاستراتيجية. كيف تتوقع أن يعني تتطور الأمور في هذه المنطقة؟ الأمريكان حسب اعتقادي يعتمدون على استراتيجية استنزاف الميليشيات الإيرانية. هناك تفصيل مهم جدا يجب ذكره في وجود داعش في هذه المنطقة، وأيضا الدور الروسي. لاحظت الدور الروسي غاب في منطقة البوكمال. الطيران الروسي لم يعد يغطي العمليات العسكرية هناك، وروسيا قالت قبل أكثر من 2 أو 3 أشهر قالت أنها قضت على داعش. هذا التصريح يعني أنها غير ملتزمة باستمرار القتال في المنطقة الشرقية، هذا على الجانب الروسي. على الجانب الأمريكي نعلم أن الميليشيات الإيرانية وقوات النظام تسيطر على منطقة غرب الفرات التي تعرف بمنطقة الشامية، وقوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على منطقة الجزيرة وهي شرقي الفرات. في هذه المنطقة شرق الفرات هناك حدث نوع من التفاهم ويجب الحديث عنه بشكل مهم جدا. هناك لم يعد هناك مواجهة أمريكية مع تنظيم داعش. يعني هل الأولوية اليوم لم تعد لمواجهة داعش برأيك؟ هل الأولوية اليوم هي لتوجيه رسالة ردع للإيرانيين؟ ليست بهذا التصور. بأي معنى؟ لا، ليست بهذا التصور. أولوية داعش قائمة في الاستراتيجية الأمريكية، لكن خطر داعش لم يعد كما كان في السابق، وبالتالي تخفيف المواجهة مع داعش من أجل منح داعش فرصة القتال ضد النظام السوري، قوات النظام السوري وضد الميليشيات الإيرانية. وللعلم
داعش يتقدم بشكل كبير جدا في المناطق التي تسيطر عليها إيران وقوات النظام السوري، وهذا بسبب راحة داعش على الجبهة الأمريكية والجبهة الكردية وانشغالها بجبهة النظام والميليشيات الإيرانية. وبالتالي الآن إيران وقوات النظام تعاني من ضربات موجعة جدا على يد تنظيم داعش الإرهابي، وهذا بفعل التغاضي الأمريكي ويعني تراجع الطلعات الجوية الأمريكية وتراجع الضغط الأمريكي الكردي على داعش ومنحها الانتشار والمواجهة مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية. لذلك هي تحاول استنزاف الميليشيات الإيرانية جوا عن طريق الضربات الذكية وعلى الأرض انشغالها بمواجهة تنظيم داعش. أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة من إسطنبول، الكاتب الصحفي السوري عبدالله الغطوي.